ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن احمد مكي، اغنيه اخر الشقاوه. الاغنيه دي انتشرت فجاه كده، اغنيه طلعت انتشرت شويه رهيب جدا، وطلعت اول ترند كمان. واحمد مكي عمل اغنيه بالاشتراك مع مليسي، وعمل حاجه جديده، ستايل جديد، يعني حاجه جديده في نوع الاغاني وكده. الاغنيه جميله جدا، وده حالك لما تيجي تسمع اغنيه احمد مكي اخرة الشقاوة. اسمي ارن الغزال، بس اسم الشهرة مطوة، بدل صاحبي هيبة الناس تهاب ويكون له سطوة. اسمي قد كفك، مصنوع فولاذ وعاج، تعض عظمي بسنانك يجيلك ارتجاج. وكابي الماني على سلاحي منقوش اخوجة، سن سلاحي موسو حامي فوت في اللحمة النية نوجة. تلات نجوم وهلال وهلال فوق جسمي زينة، مطيع لصاحبي مخلص اللي يعوزه يلا بينا. يا ما هوشت وحوش، يا ما شوهت وشوش، يا ما فتحت كروش لناس باتت راقدة في نعوش. لو عرقبت رجلي بزاوية صح الواحد ما تشيلوش، لما بظهر فجأة الناس تجبن تجري ولو جيوش. احمد مكي اغنيته الجديده اغنيه اخر الشقاوة، انا واخويا نقيمها 70% 80% بالنسبه لنا. انا كابل يعني 70% 80% بقيم الاغنيه دي الصراحه، وانا كان الصراحه بقيم الاغنيه برضو حوالي 90% كده 80%. صح، بس هي اغنيه ساعه، هي حكايتها جميله جدا وكلماتها حاجه روعه فيها. المشكله محمود الليسي دخل ويعني بعد ما كانت كلها بقى ايه قصه بقى، واحنا افتكرنا ان هي المفروض الاغنيه تبقى ايه، ابص كده عليها فجاه بقت اتقلبت رقص بقى وعلى صاحب فجر وكلام كده. سيبك من كلامه، واحنا قلنا الكلام حلو في الاول، لكن يعني بعديها بقى حصل قاعد يرقص بقى. الاغنيه دي جابت في حوالي يوم او نص يوم جابت 1,000,000 مشاهده، طلعت الاول ترند، طلعت 9 ترند، بعديها 6، بعديها اول ترند دلوقتي واحنا بنعمل فيديو عليها، طلع اول ترند. يعني حاجه مليون، كل لما مكي بينزل اي اغنيه بيلازم لازم تتوب وتطلع اول ترند. واغنيه وقفت نص زمان برضه طلعت كده، بس ايه دي كانت كليب. فلو انتوا واخدين بالكم مثلا، لو الاغنيه دي اخدت شو كانت كليب، الساعه كانت هتدمر وكانت تبقى روعه الصراحه. صح، بس كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة. وده فيديو بسيط بس كده، بس كده سريع، وبرضه احنا بننزل كل يوم فيديو على القناة. تابعونا، اعملوا اشتراك، فعلوا الجرس، يوصلنا كل جديد. كان معكم ايه بي فيديو. سلام. في حد هيقول لي لا انت وانا ستفتحين لك الشاب ده؟ لا مش قاطع على فكرة، عشان انا عميق.